السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم غتتبعوا معايا هذا لا فيديو. اليوم البنات جيت نظر لكم على واحد الوصفه اللي ديجا حضرتها معكم ودابا بغيت نوريها لكم مني انها وجدات. فاليوم غنشارك معكم البنات الخلطه اللي ديجا هضرت لكم عليها ديال الزيت، اللي بصراحه شي حاجه اللي هي معجزه، اللي انت غتصدمي في راسك الا جربتيها. وفي نفس الوقت يعني بالنسبه للبنات اللي مازال ما شافوش هذه الوصفه هذه، فما فيها بس نعاود نقول لهم شنو هي هذه الوصفه هذه ومنش كتكون وكيفاش نستعملوها، ونقول لكم يعني كلشي داكشي اللي هضرت فيه ديجا في داك لا فيديو عليها. ولكن البنات قبل ما ندوزوا يعني باش نهضروا على هذا لا فيديو، ما تنساوش انكم تشتركوا عندي في القناه. بالنسبه للبنات اللي باقي ما اشتركوش في القناه، ما عرفتش شنو كتسناو انكم مازال ما اشتركتوش في القناه، وفعلوا الجرس باش كيوصلكم اي جديد. يعني فيما تحطتكم ثاني ماشي فيديو يوصلك انت الاولى، تكوني انت اول وحده غادي تفرجي فيه، واللايكات ديالكم لهاد لا فيديو، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم على كلشي البنات. والله زعما ما عرفتش كيفاش نقدر نعبر لكم على داكشي اللي كنحس به من جهتكم، فشكرا لكم بزاف. وانا كنعطيكم كل ما عندي والله القسم، يعني خصكم تعرفوا المجهود وكل حاجه، المهم باش نوصل لكم شي حاجه اللي تكون زوينه وتستافدوا معايا فيها، ونشوفكم في احسن حاجه ان شاء الله يا ربي. المهم البنات خليكم معايا نعاود نرجع معكم. اذا البنات شنو هي الحاجه اللي كنهضر عليها او لا شنو هو هاد الخلطه اللي ديجا حضرتها انا ديال الشعر وعجبتني النتيجه ديالها، وشي حاجه اللي زوينه ومني وجد يعني الزيت اللي درته حيت انا كل مره في العام كنديرها، ولكن بغيت نشاركها معكم هاد المره لان اول السنه الاولى عندي في القناه ديالي وخصني ضروري انني نشاركها معكم. دونك البنات اي وحده كتحلم بالشعر يكون عندها طويل وما كتخليه ما كدير لي، وكيف ما قلت لكم يعني شعرها معكاز كيوصل لواحد الحد ديال الطول وكيوقف، فما عليك الا بهذه الوصفه هذه اللي هي ديال البنات اللي انا ديجا حضرتها معكم وديجا وريتكم الطريقه ديالها، يعني مبدئيا كيفاش ندير باش نحضر باش يولي عندي هذا المحلول هذا. اليوم غنهضر لكم غير على انه من يوجد، ولكن غنذكركم ما فيها باس، غنخلي لكم صندوق الوصف يعني لا فيديو اللي حطيت لكم قبل باش تشوفوا زعما الوصفه كيفاش زعما كنحضروها وكلشي، واخا هي سهله ماشي شي حاجه. المهم الوصفه هي عباره فيها غير الحرمل والزيت البلديه والمراره ديال الحولي. بالنسبه للبنات اللي فاتهم انهم عاد شافوا هاد لا فيديو، فماشي مشكل، يمكن لك تمشي عند الجزار وتوصيه عليها وتحضريها، ماشي ضروري حتى كيجي العيد الكبير عاد كديرها. غير انا كنديرها مره في العام، يعني ملي كيجي العيد الكبير كنحضرها وكنوجدها. المهم البنات بالنسبه للوصفه راه هي هذه، ها هي من اللي وجدات. شو كي كتجي كيولي داك الزيت كيولي كحل لان كيطلق فيه داك الحرمل وكتطلق فيه ديك داك الماء ديال المراره، فداك الشيء علاش كيولي كحل. بالنسبه للريحه ديالها عاديه، راكم بزاف البنات كنجربين انهم يديروا الحرمل والزيت البلديه للشعر ديالهم بزاف، يعني حنا والدينا كبرونا بداك الحرمل والزيت البلديه كيديروا لنا الشعر، كيشقوا لنا بهم شعرنا ملي كنبغوا نغسلو، فعادي جدا. فكذلك الريحه ديال هذا واخا كنضيفوا عليه داك الماء ديال المراره فراه ما كيعطيش زعما شي ريحه ولا كتغير الريحه ديالو، بالعكس لان زيت العود مجهده والحرمل مجهد فديما كيكون الريحه ديالو غال. بالنسبه للبنات ها انتم شفتوا انا خليتها تقريبا واحد الاسبوع، تقريبا اسبوع دابا باش هي وجدت لي، يعني من العيد الكبير حتى لدابا ها هي وجدت ليا. دابا ولا عندي يمكن لي انني ندير هاد الشعر ديالي ونشق بها، فانا شقيت بها قبيله شعري قبل ما ندوش، درت هاد الشعر ديالي الصراحه زوينه كتخلي حتى الشعر هكا يدم ورطيطب بصراحه. يعني شنو نقول لكم، ماعرفتش كيفاش نشرح لكم. بالنسبه للبنات لانهم الشعر ناش بزاف فراه بالنسبه للحرمل راه مغذي، مغذي يعني الشعر، والزيت كذلك مغذي للشعر فكتغذي الزغبه، عكس ان بعض المرات كيقدر ان البنات اللي الشعر ديالهم دهني يقدر ينشف ليهم الشعر ديالهم لان الحرمل بحال اللي كينشف شي شويه، ولكن ملي كتكون معاه الزيت فراه كيخلي لنا الزغبه عاديه، يعني والعكس صحيح. تقدر عاوتاني يكون عندك يعني على حساب كيفاش غادي تولمك انت هذه الوصفه هذه، فانت ما ديش لي انا نهار اللي وجدت الوصفه قلت لك ما ديش لي انا على الشعر ديالك واش غادي ينشف ولا غادي، انت خاصك انك الزغبه انك تصحيها وتقويها وتخليها طوال، خلي راه عطى الله كيغاتينات وعطى الله وصفات اللي تبقاي تعاوني بهم باش الشعر ديالك يتعالج او لا سمحوا لي باش انه يعني يرطاب، ولكن غير عالجيه داويه اهم حاجه. راه ماشي مشكل ان يكون الشعر ديالك كرد ولا ناشف، المهم يكون صحيح وتكون الزغبه زوينه ويكون مداوي الشعر، يكون يعني شعر صحي كما كنقولوا، تكون الزغبه صحيه وزوينه. فهذا هو اللي غادي نقول لكم البنات، فما تنساوش انكم تجربوا هذه، راه ما خصكش تعكزي عليها نهائيا نهائيا، واش خصك تعكزي عليها، يعني خصك ضروري ديريها وضروري تجربيها وانت تحكمي، شتي ما عليك الا تجربيها، ديريها من دابا وحسبي حتى للعام الجاي. بالنسبه للبنات اللي ما كيطواش اليوم يعني الشعر ديالهم بزاف كيوصل لهم غير لواحد الحد ولا هذا، بشرط انك كيف ما قلت لك خصك ضروري انك تقطعي لي بوينت،
اي وحده بغات الشعر ديالها يطوال ويتعالج راه كيبغي يتمقص مره مره قصير بالمقص، راه ماشي تقولي لي انا ما كنبغيش نقطع ليه بوينت، ما كنبغيش يمشي لي الطول ديالو، الشعر راه كيبغي مره مره، سينو الا ما كناش كنحيدوا له لي بوينت وداك الشيء راه كيولي يطيح، كيولي يطيح وكيولي يتقرض وكيولي يتفرتت، سبب انك ما كتمقصيش. يعني على الاقل الانسان من يحس بلي لي بوينت بعدا راه الا ما كناش كنقطعوهم كيبقاو غاديين وكيطلعوا لي كياكلوا لينا من الشعر، كيبقاو غاديين كياكلوا لنا من الشعر، كيولي الشعر كله محروق. هذاك هو السبب اللي كنلقاو البنات عندها نص الشعر ديالها كله محروق، هذيك ما كتكونش كتقطع لي بوينت، فقطعوا لي بوينت باش تنفسوا الزغبه وتخليوها انها طوال، وتعاونوا بهذا الزيت هذا المعجزه، راه دار شي حاجه خطيره البنات والله القسم. ان شاء الله فاش غادي ديري غادي تعجبك النتيجه، وقلت لك غير جربي راسك من هذا العام، حنا نديرو حنا من هذا العام، العام الجاي ان شاء الله الا لقينا في الحياه في العيد الكبير وشوفي السلف اللي غادي يولي عندك. هي راه كتعطي النتيجه غير في 3 شهور الاولى، ولكن انا كنقول لك زعما باش تزيدي تتاكدي وتحكمي وتخلي الناس اللي ما عمرهم ما شافوا شعرك طويل وما عمرهم يدي غيسولوك شنو درتي، انا متاكده غيسولوك شنو درتي الا درتي هذه الوصفه ديال المراره والزيت البلديه والحرمل، اكيد غيسولوك ويقولوك شنو درتي. دونك البنات هذا الشيء اللي كاين بالنسبه ما فيها باس نعاود نذكركم كيفاش انا حضرت هذه الوصفه هذه. قلت لكم كناخذوا 2 دراهم ديال الحرمل كنقيوها باش ما يبقاش فيها لا زبله حتى شي حاجه، باش ما نحطوش شي حاجه غير وسخ على الشعر ديالنا، يعني غير الحرمل ويكون نقي ويكون مزيان. كناخذوا المراره يعني 2 دراهم ديال الحرمل، كناخذوا المراره ديال الحاولي. بالنسبه للبنات اللي فاتهم الوصفه ما شافوهاش في يعني في العيد الكبير باش كانت المراره، ما فيها باس كتمشي عند الجزار كتوصيه، كتاخذي داك المراره كتقطعيها وكتكبي داك الماء ديالها على الحرمل حتى كتهفزك مزيان، وكتنشفيها في الشميشه غير نهار ولا نهار ونص، راه تنشف دابا الحال راه سخون تبارك الله، دغيا تنشف لكم وتوجد لكم، ونشدوه ونطحنوه ونديروه في شي قريعه اللي تكون ديال الزاج، ضروري تكون قريعه ديال الزاج، انا درتها فهادي ديال الشكلاط كنسالها فيها الشكلاط ودرتها فيها، ولا قرعه ديال المطيشه ولا شي قرعه الزاج تكون عندك هكا، ديريها وديري عليها سكوتش الا كنتي ما عندكش فين تحطيها في شي بلاصه مظلمه، لان ما خصوش يدخلها الضو. انا ما درت ليها لا سكوتش لا حتى شي حاجه، علاش؟ لان درتها تحت من البوطاجي مظلم تما في البلاكار لتحت من واحد الجهه اللي ما كنحلهاش بزاف، صافي تما كاينه بقات راه ترقدات واحد السيمانه، قلت لكم من العيد الكبير حتى لدابا، وانا دابا غادي نجربها وجربتها قبيله قبل ما ندوش، صراحه زوينه بزاف. بغيتكم البنات تجربوها وتكونوا يعني انتي كديريها وانتي فرحانه ان شاء الله، لان النتيجه اللي غادي تحسي بها من مورا غير واحد شهر ونص ولا هكا شهرين غيبدا يبان لك الفرق، غيبدا يبان لك الشعر ديالك بدا كيطوال، ما بقاش معكاز، الزغبه كتنفس ملي كنقطعوا دوك لي بوينت كتنفس، يعني الزغبه طبيعه الحال غادا طوال، وماشي مشكله نشف لينا شي شويه الشعر ديالنا. باقي ان شاء الله خصكم سليمه تعطيكم كيراتينات وتعطيكم وصفات اللي زوينين، كيف ما قلت لكم اهم حاجه هو لا باز، ولا باش شنو هو، هي الزغبه تكون صحيحه وتكون يعني واقفه على الصح، ماشي ديك الزغبه اللي كتكون فراجيل دغيا كتهرس دغيا كتقرض دغيا كطيح لينا من الجدر، زغبه ماشي صحيحه. يعني تهلاي ليا فراسك وتهلاي بالوصفات، ديري الوصفات، راه الوصفات الطبيعيه راه ما كاين ما احسن منها. بزاف البنات كانوا كيخليو ليا تعليق يقولوا لي احنا راه ما خلينا ما شربنا كنشربوا الدواء كنشربوا، لا عاوني عاوني بالوصفات الطبيعيه راه ما كاين ما احسن منها، وعادي جدا حنا كنقولوا وصفات طبيعيه، يعني غتاخذوا لينا واحد شويه ديال الوقت عاد كتعطينا ليفي. بالنسبه للبنات المعجزات اللي كتقول لك جربت الوصفه وما عطاتنيش نتيجه، راه ما غتعطيكش اختي في النوبه الاولى ولا في النوبه الثانيه ولا في النوبه الثالثه، اي وصفه كيف ما بغات تكون سيرتو ديال الشعر راه من 3 شهور الفوق عاد كيولي يبان لينا الفرق. بالنسبه لوصفات الوجه والوصفات مع المداومه عاد كيبدا يبان لينا الفرق، راه ما ديريش لي وصفه النوبه الاولى وتقولي لي صافي ما عطاتنيش نتيجه، كاينين وصفات اللي كيعطيو ليفي ديالهم من الديبار، ولكن الا ما داومتيش عليها باش انها كتولي بحال كيستافد منها الجسم 100% دغيا كيطير لي في ديال ديك الوصفه في الديبار، يعني واخا درتيها في الاول وعطاتك نتيجه دغيا كيطير المفعول ديالها مره اخرى صافي ما كتبقاش. ولكن الا كنتي كداومي عليها كداومي عليها كداومي عليها، مثلا الا كانت وصفه ديال الجسم درتيها النوبه الاولى وعطاتك واحد النتيجه وصافي غتقولي ما غنعاودش نديرها غير واحد شويه غتشتي داك الشيء رجع كيف ما هو، حيت انت ما داومتيش عليها، ولكن الا بقيتي كديريها كل مره كديريها على الاقل 2 المرات في الاسبوع، على مره في الاسبوع كندير انا مثلا واحد الوصفه للجسم ديالي كنعاود نديرها، راه بحال كتضبغ مع الجسم وصافي كيولي اللون موحد كتعطي لنا واحد النتيجه اللي انا مرضيه وباغاها. فكذلك ومثال
تبعوا الوصفات، تبعوا الوصفات البنات، وانا كنجيب لكم وصفات نقعه كما كيقولوا، شي حاجه اللي واو. غير تبعي ودومي معايا وخليك معايا يعني في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهمي كل شيء وتفهمي. يعني راه بعض المرات راه ماشي ساهل، راه ساهل انني ندير واحد الوصفه ونخلطها، ولكن اللي صعيب هو المراحل او يعني شنو كنقول انا يعني كملاحظات ولا كذا على ديك الوصفه. فهذا هو اللي غادي نقول لكم. فانا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، تهلاو ليا فراسكم، كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم البنات، والله القسم كنحماق عليكم. شكرا لكم بزاف، وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على التعليق ديالكم، وخليو لي لي كومونتير لتحت، خليو لي شنو الفيديو اللي بغيتو ان شاء الله تشوفوا في الفيديو الجاي. فهنا غادي نقول لكم باي باي لكم، محا عليكم.